حرامنا يعني ما كنا بجواره، يعني لا حاير ولا قبة ومنارة، يعني ما مكتوب لنا هالزيارة، يعني مني حسين ما جت البشارة. إن حرامنا مأجور مأجور زيارة أربعين، إن حرامنا من يطفي الشوق بينا، إن حرامنا هالسنة راحت علينا، إن حرامنا إن حرامنا إن حرامنا يعني ما كنا بجواره، إن حرامنا يعني ما كنا بجواره، يعني لا حاير ولا قبة ومنارة، يعني ما مكتوب لنا هالزيارة، يعني مني حسين ما جت البشارة. إن حرامنا يعني ما كنا بجواره، يعني لا حاير ولا قبة ومنارة، يعني ما مكتوب لنا هالزيارة، يعني مني حسين ما جت البشارة. يا حسافة ضايعة فرصة عمرنا، يا حسافة بالسنة مرة تمرنا، يا حسافة الأغلى مرقد ما إجينا، إن حرمنا إن حرام صيح، إن حرمنا إن حرمنا مأجور، إن حرمنا من يطفي الشوق بينا، إن حرمنا هالسنة راحت علينا، إن حرمنا إن حرام. لخادم الحسين الشاعر صادق حسين اللواتي، إن حرامنا يعني ما نمشي بطريقة، يعني ما صار الحلم بعد حقيقة، يعني لي المعشوق ما رايح عشيقة، كل سنة يعني ظروفة تظل تعيقة، يمتى نوصل جنة الله بأرض، يمتى نوصل قلنا يلا هذا وقت، يمتى نوصل ونسعد الزهرة الحزينة، إن حرمنا إن حرام إن حرمنا إن حرمنا مأجور مأجور، يشفع لك يشفع لك الحسين، من يطفي الشوق بينا، إن حرمنا هالسنة راحت علينا، إن حرمنا إن حرام إن حرامنا يعني ما كنا ضيوفا، يعني خنقة ما نشم ريحة طفوفا،
يعني بالعين الحرم لا ما نشوفه، وما تظل يم الضريح وما نطوفه، وما نظل يم الضريح وما نطوفه. هالزيارة ما وصلناها بسلامة، الزيارة تبقى للمؤمن علامة، هالزيارة راحت بحسرة من دينا انحرمنا صيح انحرمنا انحرمنا. ايدك ارفعها مأجور، مو قبول جوابك، بارك الله بك. رامنا من يطفي الشوق بينا، راحت علينا انحرمنا انحرمنا انحرمنا، يعني ما سجلنا زوار، يعني ما نمشي وبدينا راية الثار، مو مع المشاية كنا ونكشف أسرار، يعني ما طفينا من أقدس مشي النار، يعني ما طفينا من أقدس مشي النار. وين سمنا بالملايين اللي تمشي، وين سمنا واحنا عيدنا حسين كل شي، وين سمنا هالسنة ما مسجلينا انحرمنا انحرمنا، يعني ما رفرف علمنا بالمواكب والمضايف ما خدمنا، واللي خلا يكبر ويكبر ألمنا من المشي ويا صاحب العصر انحرمنا، من المشي ويا صاحب العصر انحرمنا. ويب صالح ما تهنينا بحضوره، ويب صالح هالمشي تنور بنوره، ويب صالح ما تشرفنا ومشينا انحرمنا 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 انحرمنا.